أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم راشد الملا رئيس مجلس النواب أن البحرين عاقدة العزم على القيام بدورها في تعزيز ودعم التنمية المستدامة الشاملة من أجل مستقبل زاهر ومستقر في العالم تتساوى فيه الحقوق والواجبات والعدالة في التشريع والتنفيذ. جاء ذلك ضمن كلمة رئيس مجلس النواب رئيس الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين والتي ألقاها أمام اجتماع الجمعية العامة 38 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جنيف السويسرية. وأشار الملا إلى أنه تعزيزا لدور مملكة البحرين في دعم حق اللاجئين فقد تم تعيين ممثل إقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن دول المنطقة في مملكة البحرين. ودعا الملا إلى ضرورة تبني سياسات واعية تهدف إلى الدفع بكل ما من شأنه قطع الطرق أمام تفاقم مشكلات الهجرة واللاجئين من خلال القضاء على الإرهاب وتعزيز التعددية الثقافية والسلام وشيوع مفاهيم التعايش السلمي وغيرها من التحديات التي تواجه مجتمعاتنا في هذا العصر. واسمحوا لي أن أستعرض أمامكم كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في هذا الخصوص، حيث قال جلالته: إن عمل الخير واجب على كل إنسان بحسب طاقته وإمكانياته، وهو ما يدعونا إليه ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وأخلاقنا العربية الأصيلة. ولا يهم كما تقدم العون والمساعدة لإخوانك، ولكن المهم أن تشعر بحاجاتهم وواجبك تجاههم من خلال تقديم العون والمساعدة للدول والشعوب الشقيقة والصديقة بأساليب تتوافق مع المعايير العالمية التي تعمل بها منظمات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية والمساهمة في رفع المعاناة عنهم استجابة للنداءات الطائرة ودعم جهود الدول المستضيفة للاجئين. ومن ضمن الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين للاجئين فقد بادرت وعبر المؤسسة الخيرية الملكية بإنشاء العديد من المشاريع التنموية للاجئين السوريين الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية. هذا بجانب العديد من المشاريع والمساعدات التي تقدمها المؤسسة الخيرية الملكية للاجئين في بعض دول العالم. وادعو الجمعية العامة للموافقة على البند الطارئ المقدم مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة فلسطين والجمهورية التركية، لأن ذلك من شأن أن يؤدي إلى استقرار الأوضاع بشكل عام ويساعد على إيجاد الحلول المناسبة للقضية الفلسطينية ويدعم التعايش السلمي المشترك بين طرفي تلك القضية. السيدات والسادة، إن مملكة البحرين تؤكد اعتزازها بسجلها الحقوقي والإنساني المشرف والمتميز في مجال حقوق المهاجرين والعمالة الوافدة. وقد كشف استطلاع دولي أن تصنيف مملكة البحرين جاء في أعلى مرتبة في العام 2017 كمكان أفضل للأجانب للعمل والإقامة مع الأسرة، كما أوصل اجتماع التحضير النهائي للعهد الدولي للمهاجرين الذي عقد بالمكسيك باعتماد تجربة مملكة البحرين لإصلاح سوق العمل. وفيما وافق البرلماني الدولي قبل قليل على البند الطارئ المقدم من مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة فلسطين والجمهورية التركية الداعم للقضية الفلسطينية، أشاد عدد من المشاركين بدعم مملكة البحرين المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيتهم العادلة. المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية استطاعت أن توحد البنود التي تم تقديمها من مملكة البحرين ومن دولة الكويت ومن دولة فلسطين ومن دولة تركيا، وأصبح هناك بند طاري واحد قدم في جدول أعمال الجمعية للبرلمان الدولي. أنا أتقدم بالشكر والتقدير والامتنان لكل هذه الدول التي بذلت جهدا مميزا في تقديم مذكرات قانونية ومذكرات إيضاحية للبرلمان الدولي بشأن أهمية القدس ووضعها التاريخي والقانوني. حقيقة كلنا كوفود عربية في اجتماعاتنا التنسيقية وأيضا في اجتماع المجموعة الإسلامية اتفقنا على وضع بند طارئ ويتعلق في القدس وحقية الفلسطينيين فيها، ومثل ما حققنا نجاح سابق في الجمعية السابقة فيما يخص بند الروهينجا، نأمل إن شاء الله بأن تتوحد الجهود وتثمر عن نجاح البند الطارئ الذي قدمناه. حقيقة يعني أنا أيضا أشكر الوفد البحريني على كل مساهماته القيمة، وهم يرأسون أهم لجنة في الاتحاد البرلماني الدولي وهي لجنة حقوق الإنسان. مملكة البحرين لم
ننسى ما قدمته للشعب اليمني ووقوفها أيضا في التحالف، وهي عنصر أيضا أساسي. ليس المال قدمت فقط، ولكن قدمت الدماء وقدمت الرجال، وإحنا أيضا كلنا كل الحب وكل التقدير، ونحن نعتبر أسرة واحدة في مستوى الجزائر العربية والخليج.